السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم إبراهيم. اليوم راح نلعب فورتنايت ويلا نروح على المقطع وراح نلعب سكواد 4 ويلا خلنا نروح ذي الجيم. ما أحس أشم رايحة فوز مرش. لا عندي إحساس، لا أنا أحب ألعب سكواد دوت وايد فوايد أغلب، فحين أحس بعد بنغلب. يلا ان شاء الله نقلب بعد حسب فيكتوري رويال. يلا
توقعت ما رشله، بس احنا قلبنا انا ما ذبحت ولا واحد، بس الحمد لله حصلنا فيكتوري رويال، لان انا عندي احساس ان ذي الجيم بغلب، فقلت خلنا اصور يمكن اغلب، صورت وغلبت. بس يلا ناتسون لايك وسبسكرايب والكومنت، ويلا بيس اوت.